احذف فيديوهاتك من على اليوتيوب فورا. هتقولي ليه؟ هوضح لك السبب. بس قبل ما اوضح لك السبب لازم تعرف ما مدى تأثير حذف الفيديوهات على قناتك على اليوتيوب. اليوتيوب بيحسب لمنشئ المحتوى عدد الفيديوهات، وبيحسب لمنشئ المحتوى عدد المشاهدات، وبيحسب لمنشئ المحتوى التفاعل سواء لايكات او ديسلايكات او كومنتات او شيرات. الموضوع ده بيفرق جدا في خوارزميات اليوتيوب واقتراح فيديوهاتك لاكبر عدد ممكن من الناس. فحضرتك لازم تكون عارف فيديوهات قناتك على اليوتيوب عاملة زي الطوب اللي بتبني بيه بيتك، واي طوبة ممكن تشيلها ممكن يكون ليها تأثير ايجابي وتأثير سلبي. التأثير الايجابي لو هتعدل على حاجة، والتأثير السلبي لو بتشيل افضل طوبة او طوبة اساسية انت بتبني عليها. ايوة بالمعنى الادق والمعنى الاهم، ان حذف الفيديوهات ممكن يكون ليه تأثير سلبي وممكن يكون ليه تأثير ايجابي. ايجابي هو افضل حاجة ليك انك ما تاخدش انذارات. يعني ايه؟ يعني انا ممكن يكون عندي قناة جديدة على اليوتيوب برفع عليها فيديوهات، الفيديوهات دي مش ملكي ليا، انا اول ما جيت ابدأ على اليوتيوب عملت كده، واي حد بيبدأ على اليوتيوب بيعمل نفس الطريقة، بيروح يجيب فيديوهات من التيك توك، فيديوهات من انستجرام، فيديوهات من الفيسبوك ويبدأ ينزلها على قناته على اليوتيوب. تنزيلك للفيديوهات دي معناها ان قناتك مهددة بالاغلاق، وفورا لازم عليك تمسح الفيديوهات دي، لان الفيديوهات دي فيديوهات مخالفة لسياسة اسمها سياسات حقوق الطبع والنشر. وحضرتك لو خدت انذار في التاني في التالت قد يؤدي الى اغلاق قناتك بصورة نهائية من على اليوتيوب، وفي بعض الحالات ممنوع من انشاء اي قناة تانية على اليوتيوب. علشان كده بقول لحضرتك لما تلاقي فيديوهات مخالفة على قناتك فورا روح احذف، فورا روح احذفها. لكن في سيناريو تاني بيدور في بال منشئين محتوى كتير جدا، اول ما قناتهم تبدأ تفوق هو بيبدأ يعلي الامكانيات ويعلي الجودة، يجيب افضل كاميرا وافضل مايك، ويبدأ يبص على فيديوهات القديمة على انه دعونا ننسى اخطاء الماضي ونحذف هذه الفيديوهات. لا 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 لا، اللي انت بتعمله ده اكبر كارثة على قناتك، لان فيديوهاتك القديمة بتعلي من رنك قناتك في محركات البحث، بتعلي من رنك قناتك في الاقتراحات، بتزيد عدد التفاعل وعدد الشيرات، واليوتيوب بيبدأ يحترم قناتك بسبب عدد فيديوهاتك وبسبب فيديوهاتك القديمة والجديدة الاتنين مع بعض. وكمان انت هنا بتوثق رحلة، الرحلة دي بيبص عليها المشاهد ويبدأ يشوف ياه شوف كان فين ووصل لفين، ياه ياريت نعمل زيه، ياريتني في يوم من الايام اكون مكانه. وده سيناريو تاني حرفيا لازم تاخد بالك منه. لو بتحذف فيديوهاتك الفيديوهات دي مخالفة احذفها. لو بتحذف فيديوهاتك والفيديوهات دي اللي عندك على قناتك قديمة بس مش عاجبك شكلها اوعى تحذفها. نيجي بقى للسيناريو الثالث، انك خدت خلاص الانذار اوعى تحذف الفيديو. ليه ما تحذفش الفيديو؟ لانك لو حذفت الفيديو هنا معناها انك مش هتقدر تعمل طعن على قرار اليوتيوب او اعادة النظر، سواء كان حقوق طبع ونشر او ارشادات منتدى. يعني لو انا عملت حذف لفيديو، الفيديو ده موجود عندي على حقوق طبع ونشر، ما انا لازم اعمل مدرسة حقوق طبع ونشر، لازم اعمل خطوات علشان اشيله. فخلاص خدت الانذار موجود عندك، سيب بقى الفيديو عندك لغايه لما الانذار يروح، او تعمل اشعار مضاد، او تعمل اي حاجه، المهم ما تحذفش الفيديو. ناس كتير جدا اول ما بياخد المخالفه بيجري جري اتقدم احذف الفيديو. ليه؟ ما انت خلاص خدت الانذار، انت خلاص اتعاقبت، هتعاقب مرتين، اليوتيوب هيعاقبك مرتين، لا هي مره واحده بس. ما تحذفش الفيديو ده لان ممكن تعمل اعاده نظر، ممكن تراجع قرار اليوتيوب، ممكن تقول اليوتيوب لو سمحت يا يوتيوب انت حذفت الفيديو ده، انا الفيديو بتاعي ده انا عايزه يرجع من اول وجديد، انا عايز اعمل اعاده نظر. هنا انت ممكن ترجع الفيديو تاني. لكن معنى انك تحذف الفيديو كده البيانات بتختفي، كده البيانات مش هتبقى موجوده. الافضل ليك انك تسيب الفيديو زي ما هو. خلينا بقى نتكلم مع سيناريو للمبتدئين اللي بيحذفوا الفيديوهات بعد لما يجيبوا الساعات ويجروا جري يقدموا قناتهم للمراجعه. اللي بيحصل
ان اليوتيوب لما يبدأ يراجع القناة يبص يشوف ان الشروط اصلا ما تحققتش، فيبدأ يعمل لك ايه؟ يقول لك محتوى معاد استخدامه مع ان المحتوى ملك ليك، ويقول لك روح كمل شروطك وتعالي لي. يا عم المحتوى ملك ليا، انا عارف ان المحتوى ملك ليك، بس انت لم تستفي الشروط من اجل الانضمام الى برنامج شركاء اليوتيوب الالف مشترك والاربع تلاف ساعة مشاهدة. مين قالك كده؟ اقسم بالله انا حققت الاربع تلاف ساعة مشاهدة عنية، بس حذفت الفيديوهات. حبيبي ويا عزيزي منشئ المحتوى، حذف الفيديوهات معناها ان حضرتك بتحذف الساعات، وده بيأثر على قناتك بالسلب، ويؤثر اكتر لو كانت الفيديوهات دي هي الاعلى مشاهدة على قناتك، فده معناه ان ممكن تاخد بلوك وحظر مرات ظهور وشادو بان على قناتك، وفيديوهاتك ممكن تموت الجديدة وبرضو القديمة، مع ان انت غلطت غلطة بسيطة وهي حذف فيديو، ده كارثة كبيرة جدا. طيب انا غلطت وحذفت فيديو، هل في امل ان انا ارجعه تاني؟ ايوه في امل انك ترجعه تاني، لازم يكون معاك رابط الفيديو. من يومين او تلاتة كان عندي منشئة محتوى بنشتغل مع بعض، المهم انا كل فيديو بعمله لها ببعت لها الرابط وقول لها خد الرابط ده خليه عندك. المهم جه ابنها مسك الموبايل حذف لها تلات فيديوهات، كلمني ايوه يا متوحد الفيديوهات اتحذفت. قلت له ثواني ثواني الحل عندي ما تقلقيش. كلمت الدعم الفني، قالوا يا دعم فني انا عندي ثلاث فيديوهات، ادي رابط اتنين تلاتة، وفي طرق كتير جدا ممكن بنجيب بها الروابط. انا عندي مشكلة ان الفيديوهات دي كانت موجودة على القناة واتحذفت بشكل خاطئ، ممكن ترجعوها؟ راح بعت لي فورم، قال لي خد الفورم ده املاه، مليته رجعها لي تاني، رجعت الفورم، قال لي خلاص اعمل انك موافق، وافقت، رجع لي الايه؟ رجع لي الفيديوهات تاني خالص. حتى كانت المشكلة دي حصلت مع هلا عبده من اربع او خمس شهور في اكتر من 25 فيديو ورجعناه. فالموضوع باختصار باختصار ان حذف الفيديو ليه تأثير سلبي او تأثير ايجابي، اذا كان الفيديوهات عليها تفاعل وبتاعتك او فيديوهاتك القديمة تأثير سلبي، فيديوهات مخالفة وفيديوهات مش عليها تفاعل تأثير ايجابي. ليه تأثير ايجابي؟ لان احنا على الاقل ما خدناش انذار. يعني ايه؟ يعني ضرر اخف من ضرر، هي مضرة بس اخف من الانذار، لان الانذار والتاني والتالت اغلاق قناة، فهمني؟ فمش عايز حضرتك تحطها في بالك بالشكل ده، لان ده ليه تأثير سلبي كبير جدا جدا جدا. انا عايز المرة دي استفسر معاك واسألكم سؤال مهم جدا، في كتير جدا من حضراتكم عنده قنوات على اليوتيوب، هل لما حذفت فيديوهات من على قناتك هل كان ليها تأثير سلبي ولا تأثير ايجابي؟ هستنى رأيك في الكومنتات علشان غيرك يستفاد، مش انا، انا كده كده عارف ان حذف فيديوهات يؤثر بالسلب مهما كان، بس التأثير الايجابي هو لو غيرت محتوى خالص 180 درجة، الحاجات دي. عايزك تكتب لي تجربتك لو حذفت فيديوهات. شكرا للجميع.